باهي من رجلين. اي استنى ما نبداوش، ما نبداوش حتى كمل الزملاء. طيب شكون اللي مازال؟ بسام خذيت لي بسام تليفونه. شويه بسام بن ضو. الاولاد وخر شويه خليك. نوخر شويه حبيبي. نوخر شويه. دار الله. استنى. هات ميكرو كما ميكرو هات. اه ميكرو مريقل عندي. ايوه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر والاتحاد وبجهة صفاقس. طبيعي جدا، أولا جهة صفاقس ليس بغريب عليها أني تحتضن هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر هو مؤتمر التحدي، مؤتمر اليوم من جهة صفاقس اللي ينعقد في جهة صفاقس اللي تبنت فيها اللبنة معناها تاع التأسيس انطلاقا من محمد علي الحامي، ثم بعد ذلك معناها تأسيس معناها انطلقت معناها في النظام، ثم جهة صفاقس اللي أنجبت فرحات حشاد خالد الذكر معناها والمؤسس والعطاء دمه من أجل تونس وقلب الأسد لحبيب عاشور، كما زعيم أحمد التليلي كذلك، وكما محمد علي الحامي. وأكيد جدا هذا المؤتمر ينعقد في وضع استثنائي إلى أبعد الحدود، ما كيف حتى فترة، وهي ستتوفر فيه الإرادة الوطنية، تونس تنادينا جميعا. هذا المؤتمر سيخط بخطوط عريضة معناها وبخط عريض معناها لنحت مستقبل تونس في الفترة القادمة. هاكم تشوفوا معناها التجاذبات، المناكفات، الاختلافات معناها العميقة، ووضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي وضع أصعب منه ما ثماش، تدهورة المقدرة الشرائية، انهيار في كل المؤشرات والأرقام. واليوم الاتحاد كما منذ التأسيس لعب دوره الوطني، هو مش يلعب الدور الوطني الحقيقي نتاعو من أجل إنقاذ تونس ثم تونس ثم تونس. تعرفوا الاتحاد اللي هو قوة خير، قوة روح مسؤولية، قوة روح وطنية، وكذلك الاتحاد اللي هو قوة اقتراح في ما هو إيجابي لمشي أسس إلى نظام جمهوري وإلى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية نختلف فيها ونلتقي فيها على أساس معناها المصلحة العليا للوطن ممارسة وليس شعارا. بسم الدين اخلص مصر. تفضل السؤال. المؤتمر ينعقد، مجموعة من النقابيين يقولوا أن المؤتمر هذا غير قانوني، هذا مؤشر للانقسام، وإلا المؤتمر قائم وقانوني. شوف شنو المؤتمر قائم وقانوني؟ شنو المؤتمر؟ ما نحن عندنا مقررات، هي مقررات مؤسساتية، ماناش رانا هواة مواقع ولا غيرها ولا كذا. ثم عندنا مؤسسات تتخذ قراراتها بصفة ديمقراطية، واللي تقرر الأغلبية على الأقلية أن تنضبط لها. والأصوات هنا وهناك إذا هي مش موجودة ما يسماش الاتحاد العام التونسي للشؤون. عبر تاريخ الاتحاد واني تلقى الاختلافات في وجهات النظر، ولكن المتفرج يقول الاختلافات هذه كيف سيمكن ان هذا الاتحاد سيبقى واحد موحد في خدمه هذا الشعب وخدمه الطبقه العامله في خدمه البلاد. انا ناكدك الديمقراطيه هي ممارسه حقيقيه في الاتحاد العام التونسي للشؤون. وانا ناكدك أن بنات وأبناء الاتحاد يختلفون هنا ويلتقون هناك، ولكن لا، الاتحاد هو الذي يجمع كل بناته وأبناؤه الصادقين والمخلصين. الديمقراطية هي معناها مش كان الناس تجد عليها، هي عريقة داخل الاتحاد العام التونسي للشؤون، وتعرفوا مؤتمرات الاتحاد، وتعرفوا معناها سلطات القرار نتاع الاتحاد ليس بالأمر الهين. كونوا مطمئنين على الاتحاد، كونوا مطمئنين على تونس بحول الله. هناك رؤية جديدة للاتحاد في ظل الاحتقان الحاصل يعني على مستوى البلاد وخوفا الوصول إلى الاحتقان الاجتماعي ربما للتنفيس. أكيد جدا نحن اليوم نمر بمنعطفات ومنعرجات خطيرة وخطيرة جدا. أكيد جدا أنا أعلى سلطة قرار اليوم في المؤتمر الناس كلها مشتربة أعناقها نحو الانتخابات والتصويت. احنا آخر اهتماماتنا في الاتحاد هي التموقع وإلا التصويت. المؤتمر هو مخرجاته في مضامينه في تلك الفترة الحرجة والدقيقة جدا اللي احنا شفتونا تقريبا عندنا مدة حتى التصريحات بعدنا عليها. ليش؟ لأن ثم استحقاق قدام، ثم معناها مؤتمر سينعقد، ومخرجات المؤتمر ستكون هي
منهجية العمل ومعناها الخارطة الحقيقية اللي مش تتبناها أي قيادة سيفرزها المؤتمر في الفترة القادمة إن شاء الله. هل ربما ثم خوف توجس كبير من وقع الحريات في تونس، من وقع ما يجري في حتى واحد مهما كانت سيفته وأنه يتخيل في يوم من الأيام سيسلب التونسيات والتونسيين حريتهم في التعبير وحرية التظاهر وكذلك في كل المجالات، فهو واهم من يعتقد هذا. الحرية تفتك، وكذلك أني في كل الفترات وكل الحقبات الزمنية اللي مرت بها تونس إلا وجدت مجتمع مدني، ولقيت لقوات وأسود، ولقيت حراير وأحرار تونس وشباب تونس دائما سدا منيع من أجل تعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية، وأساسها هي الحريات العامة والفردية وحرية التعبير وحرية الإعلام. شنو موقف الاتحاد من خاصة حل الحاجز على القضاء؟ مرحبا بك. هاي